آله وصحبه أجمعين. نقول لكم عظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم وغفر الله لميتكم. لله ما أعطى ولله ما أخذ، كل شيء عنده بقدر. ما نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إن لله وإنا إليه راجعون. قال العزيز أحمد، مصيبتك هي مصيبتنا كنا، وإنت أنت أول الناس ولا آخر الناس. أنا اللي أتكلم قدامك يا غزال الكوان، 7 من أخوتي قتل، أنت عندك 1، هذه 7. أخويا اشتروا ولد عمي، 6 اشتركوا فيه، وضع النهار ما يحتاج يضربون وجهك. جبناهم ورجعناهم على بيوتهم موجودين حاليا، وتصاهرنا مع بعض. القضية صار لها شي 5 6 سنين، وجبناهم السنة من 2 سنين وموجودين. أمامنا أيضا أشلاش اشتلهم ابن أخوي. قلنا بس الشخص اللي اشتله بس هو لحاله، طلب السجن، والباقي جبناهم بالتعزيز. كيف كانوا معانا العزاء؟ ودينا رحنا تنازلنا عند الشخص القاتل وطلعناه من السجن. 2 انقتلوا ونعرف اللي قتلهم ابو هاني وفلان، قلنا ما نعرفهم. ما نشعل فتنه في القتل. وحده ظلت معلقه 70% 80% من الكوان كلهم موافقين لسه شخص واحد، عسى الله يهديه ونجيب عمامنا.